استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس مجلس الانتقال الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي في قصر الرئاسة بن معاشيق وفد رفيع المستوى من البنك الدولي. وأكد اللواء زبيدي إن زيارة الوفد ليعدن للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب هي محل تقدير مثمن للجهود الكبيرة التي تبذلها بعثة البنك لأجل الوقوف إلى جانب شعبنا في هذه الأوقات العصيبة.